مشاهدينا صباح جديد من صباحات هذا الشهر الفضيل، نلقاكم به عبر شاشتكم تيريتي العربية وحلقة جديدة من برنامجكم دليل الصحة. اليوم مشاهدينا سوف نتعرف على مرض الماء البيضاء، ويعد من أشع الأمراض التي تصيب العين وخصوصا مع تقدم السن، فالعدسة تهرم كما يهرم الجسم مما يؤدي إلى ظهور الماء البيضاء. أما في قسمنا الآخر سوف نتعرف على التهاب الحلق في فصل الصيف نتيجة تناول المشروبات الثلجية والجلوس الطويل أمام المكيفات الباردة. هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، ابقوا معنا. عيوننا هي من أهم أعضائنا التي تربطنا بالحياة. حسناً، كيف نستطيع وقاية أنفسنا من الأمراض التي من الممكن أن تصيبنا؟ ما هي أعراض الماء البيضاء وكيف تعالج؟ من الذين على التأكيد يجب إجراء عملية الماء البيضاء لهم؟ الأجوبة على جميع هذه الأسئلة في دليل الصحة بعد قليل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأكارم. إذن الماء البيضاء هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم مع ضيفنا الدكتور براق آيدن، وهو أخصائي في أمراض العين وجراحتها. صباح الخير لك دكتور براق ورمضان كريم. آيدن صباح الخير. أهلا وسهلا بك دكتور. مرحبا بكم. أهلا وسهلا بك دكتور براق. إذن العين يعني تهرم عدسة العين كما يهرم الجسم وتصاب بما يسمى الماء البيضاء، فعرفني ما هي الماء البيضاء؟ طبيعي. الماء البيضاء في الحدقة الموجودة داخل العين عند المسنين، وسوف نتكلم بعد قليل، هناك بعض أسباب الأخرى تفقد شفافيتها وقدرتها على الرؤية بوضوح، وهذا يعني الغباشة على الحدقة. هل سميت بالماء البيضاء لأنها تظهر لنا، يعني تظهر بشكل كثافة بيضاء على البؤبؤ ونحن يعني نستطيع رؤيتها بالعين المجردة؟ نعم، هناك الحدقة الممجودة في العين في المراحل المتقدمة في البؤبؤ، ولكن في المرحلة المبدئية تتشكل فقط في الحدقة. هذا المرض مرتبط بالشيخوخة والمسنين، لكن هل له أسباب أخرى غير يعني هرم العدسة؟ عرفني عن أسباب الماء البيضاء. نعم نعم، أنتم على حق. أكثر ما نراه وما تظهر فيه والتي تزعجنا أكثر هي القادمة مع العمر، في الأعمار المتقدمة في الخمسينات والستينات من العمر، ولو كان قليلا تبدأ الماء البيضاء بالظهور. إذا نظرنا بشكل عام إلى الماء البيضاء، النسب الكبيرة منها موجودة في المسنين، ولكن ما عدا ذلك هناك أسباب كثيرة للماء البيضاء، وحتى في الأطفال الحديثي الولادة، وهناك نتيجة العدوى القائمة، وعندما يكون هذا الجنين في رحم الأم التي تلازم بعض الأمراض، وأيضا في حياتنا اليومية بعض الأمراض التي نتعرض لها إلى أن نصبح مسنين، والروماتيزم أيضا وأمراض السكري، كلها تلعب أسبابا وتكون أسبابا، والصدمات لكي الضربات والصدمات على الرأس وعلى العين. ما عدا التقدم في السن نواجه الماء البيضاء نتيجة هذه الصدمات، ولكن أكثر من نسبة 95% أنواعها كلها مرتبطة في التقدم في العمر. إذن يعني 95% من أسباب الماء البيضاء هي التقدم في السن، لكن ذكرت أنه هناك يعني أسباب أخرى قد تكون حادث. نعم. قد يكون مرض السكر، وقد يكون أيضا روماتيزم. هل تناول بعض الأدوية قد يؤدي أيضا إلى الماء البيضاء كالكورتيزون مثلا؟ نعم قطعيا قطعيا، أنتم على حق. على رأس ذلك الكورتيزون، بعض الأمراض نكون مجبورين باستخدام الكورتيزون، وبعض الأدوية هذه تتسبب وتسرع من حدوث الماء البيضاء. الكورتيزون تأتي على رأس القائمة التي تتسبب في الماء البيضاء. يعني ممكن أن يسبب الكورتيزون الماء البيضاء؟ نعم نعم، الكورتيزون بشكل واضح جدا. طب دكتور، ما هي أعراض الماء البيضاء؟ كيف تبدأ بالتشكل؟ كيف تظهر؟
طبيعي لأنها تلقط الحدقة عندما تبدأ الماء البيضاء. نشعر بمشاكل في الرؤية، نرى بأن الغباشة وما نراه على هو الخلل في الرؤية، عدم رؤية القريب والبعيد بشكل واضح. ولديها أيضا في الليل في حدقة العين والبؤبؤ بالذات الحساسية ضد الضوء، الأضواء الكبيرة والأضواء الصغيرة التي نراها في المرور وفي النهار وفي الليل، كلها هذه تعتبر عن أعراض لتشكل هذا المرض، عدم القدرة على الرؤية والقدرة بغباشة. هذه أهم الأعراض. إذن يعني في الليل يصبح هناك حساسية للضوء. نعم، بعض أنواعها على الأخص الليل، في الليل ولمع الضوء والنور في العين، ولكن في جميع أنواع الماء البيضاء هو عدم القدرة على الرؤية بشكل واضح يراجعون بها المرضى. هل يوجد أنواع للماء البيضاء؟ هل هناك أكثر من نوع؟ نعم، الماء البيضاء حسب وجودها في الحدقة هي العبوات الموجودة داخل العين وتتشكل من ثلاثة أقسام حسب الأسباب التي تتسبب بها، وهي لها أشكال أخرى تختلف عن الأمراض الشائعة. هل تظهر الماء البيضاء في كلا العينين أم في عين واحدة؟ هذه ليست قاعدة، ولكن بشكل عام تكون بشكل ممكن أن تبدأ في العينين كلاهما أو في عين واحدة، ولكن يوجد قاعدة تشير إلى أنها يجب أن تكون في العينين كلاهما مع بعضهم بعض، ولكن في عند المسنين بسبب هذه الأمراض النظامية المنتظمة وتأثر بالأمراض الأخرى نراها بشكل عام في العينين كلاهما. إذن يعني ممكن أن تحصل في عين واحدة، ويمكن أن يعني مع تقدم السن أن نعم. تصاب العينين. قاعدة ممكن أن نراها في عين واحدة، ممكن أن نراها في العينتين، ممكن أن نقابل جميع الأنواع. ذكرنا دكتور بأنه يعني قد تظهر بعض الأعراض ويعني تشير إلى وجود الماء البيضاء، كيف يعني هل كيف تتسرع وتتفاقم الماء البيضاء لتصل لحد يمكن يعني مشاهدته بالعين المجردة، هذه الكثافة البيضاء؟ يعني هل يمكن أن يشعر المريض بأن لديه ماء بيضاء يعني قبل أن يحصل هناك تفاقم شديد؟ التقدم وشكلها يختلف من مريض إلى آخر، ممكن أن تكون سريعة في تقدمها، وممكن أن تكون هناك متباطئ فيها. خلال السنوات هناك بعض النسب مع لا تسير بتقدم مسرع حسب سرعة التقدم في المرض. نحن لا نستطيع أن نقوم بتحديد ذلك. لا تستطيعون تحديد يعني إذا كان الشخص يعني سوف يصاب بالماء البيضاء أم لا؟ إذا تشكلت الماء البيضاء سوف تتقدم وتتفاقم وسوف تكون حاجة هناك إلى عملية، ولكن سرعة تقدمها لا نراه ولا نستطيع أن نسأل لأن هذا يختلف من مريض إلى آخر. تمام. هل يمكن أن تمنعون حدوث الماء البيضاء في حال يعني جاء المريض بشكاية مبكرة؟ و هذا له علاقة في الأسباب التي أدت إلى تشكلها، مثلا عند المسنين هذا موضوع لا يمكن أن نوقفه أو نمنعه، ولكن نبحث عن الأسباب الناتجة عن استخدام الأدوية مثل الكورتيزون، بنقطع الأدوية المستخدمة أو الماء البيضاء المرتبطة بالسكري والروماتينيزا. إذا ضبطنا هذه الأمراض ممكن أن نوقف ونعيق تقدمها، ولكن دائما سوف تكون حاجة إلى العملية ولا لا نقول بأننا نستطيع أن نوقفها. هل يعني الشخص المصاب بال يعني الماء البيضاء كيف تصبح الرؤية لديه؟ عدم الرؤية بوضوح للقريب وللبعيد في نفس الوقت، عدم القدرة على الرؤية بشكل جيد أو بغباشة، هذه الشكايات هي بداية الماء البيضاء. هل هناك زمن معين يعني عندما تبدأ الماء البيضاء بالظهور؟ يعني هل هناك تسارع شديد؟ يعني هل مثلا إذا شعر المريض بشكايات بسيطة ما هو الزمن الذي تأخذه الماء البيضاء لكي تتشكل؟ يعني شهر، شهرين، سنة، على مدار سنة؟
عندما يأتي المريض إلينا يكون يشكو من عدم القدرة على رؤية بين 50 و60 عاما، على الأخص هؤلاء المرضى خلال السنوات المتعاقبة تخف لديهم الرؤية مع السنين. نحن من أجل منع هذه الفترة نقوم بإعطاء العملية وتطبيقها من أجل منع هذا المرض. هل يمكن أن تصيب أيضا الماء البيضاء فئة الشباب؟ نعم، في الشباب أيضا ممكن أن تحدث في نتيجة الأمراض التي قمنا بتعدادها واستخدام الأدوية، وهناك بعض نعم نراها ولو أنها نادرة. حدثني أيضا عن يعني الأعراض الأخرى التي يمكن أن تظهر على الشخص عند إصابته بالماء البيضاء، وهل درجة يعني هل درجة الماء البيضاء تكون واحدة في العينين إذا كان العينين يعني مصابين؟ هل تكون الدرجة واحدة في العينين؟ نعم، الأعراض تكون بنفسها، ولكن درجتها وشدة ومدى تفاقمها كلها حسب التشخيص الموجود بعدم القدرة على الرؤية عند هذا المريض. هذا المريض يقول بأنني لا أرى بوضوح وليس لدي القدرة على الرؤية بشكل جيد. هذه الشكوى هي كافية لنا. تمام دكتور، نعرف دائما أن فيتامين A مرتبط بصحة العين. دعنا نشاهد هذا التقرير ونعود بعدها لنكمل الحديث. مشاهدينا نتابع هذا التقرير عن صحة العين وفيتامين A. كلنا نعرف مدى فائدة الجزر الذي يعتبر مخزناً لفيتامين A للعين، ولكن الجزر هو ليس وحده فقط المغذي الوحيد للعين. الفيتامينات التي تحتاجها العين في الحالة الطبيعية يأتي على رأسها فيتامين A وB وجيم وB2. عندما يتم استهلاك فيتامين A بالقدر الكافي يساعد العين على الرؤية الطبيعية في الظلام، ولكن إذا لم يتم تناوله بالقدر المطلوب يتسبب بجفاف في أقسام في العين. تناول فيتامين A بالكمية الكافية يؤثر بالدرجة الأولى على تأخير حدوث العمى الليلي أو العشاء الليلي والخلل في الرؤية الناتج عن مركز شبكية العين وتشكل الماء البيضاء في العين. إن فيتامين A الذي يمنع المشاكل العينية والعمى يتواجد في المغذيات الحيوانية بشكل عام، ومن الممكن ظهور النقص في فيتامين A لدى الأشخاص الذين يتغذون فقط على الخضار، الذين لا يأكلون البيض ومنتجات الحليب. ومن بين المغذيات الأخرى التي تعتبر مخزناً للكالسيوم التي تحتوي على فيتامين A الحليب وصفار البيض والقمح والجزر والفطر والبقليات والفستق والجوز والبندورة. عدنا إليكم مشاهدينا لنكمل حديثنا عن الماء البيضاء أو الكترات مع ضيفنا الدكتور بوراك آيدن، وهو الأخصائي في أمراض العين وجراحتها. دكتور، قبل أن نكمل في موضوع الماء البيضاء، أيضا يعني غذاء العين جدا مهم، يعني يجب أن تكون العين قوية لكي نحميها في المستقبل عندما تشيخ العدسة. ففيتامين A ما مدى أهميته لصحة العين؟ نعم، فيتامين A على الأخص له علاقة بتغذية الطبقة الخلفية اسمها الشبكية. هذه الطبقة لديها نسيج وأعصاب هذا الفيتامين الأساسي لتغذيتها. جميل، هل يعني يمكن للأشخاص الذين لديهم مثلا ضعف في الرؤية أو غيره أن يتناولوا هذا الفيتامين لكي يحسنوا من مدى رؤيتهم؟ نعم، أعصاب العين الموجودة خلف العين وفي هذه المنطقة تتسبب في مرض الصفراء نأخذ بدعم من فيتامين A، ولكن على قدر احتياج الجسم مع عدم إهمال الفيتامينات الأخرى. هذا يتعلق في التغذية الصحيحة وبشكل منتظم ضمن قواعدها الأساسية. نحن نقوم بإعطاء هذا الدعم، ولكن من يهم لا يتغذون بشكل جيد ولا يأخذون عن طريق الفم المأكولات الضرورية للحصول على المعادن والفيتامينات تتشكل لهم بعض الأمراض. نحن نقوم بتطبيق هذا الموضوع مرة أو مرتين على شكل حبوب عن طريق الفم، ندعمهم. جميل جدا. إذا يعني من المهم الحصول على فيتامين A من الأغذية، لكن أيضا تدعمون هذا بحبوب يعني عن طريق الفم فيتامينات A.
نعم نعم، مع إضافة إلى موضوع فيتامين بخصوص حماية الشبكية، أوميغا 3 أو السيليا وتشينكو والزينك والمعادن والفيتامينات، نقوم طبعا بمزيج من هذه الأمور جداً. التي قمت بتعدادها. نعود لموضوعنا دكتور، وهي الماء البيضاء، كيف تقومون بمعالجتها؟ كيف تتم المعالجة؟ معالجة الماء البيضاء فقط يكون في العملية كما قلت لكم، إذا كان هناك بتدابير معينة، إذا كانت بعد حسب ترجيح المريض في المرحلة المبكرة نقوم نفكر ونوصي بإجراء العملية في مراحلها الأولى، لأن عندما تتفاقم العملية نسبة نجاحها وصعوبتها تزيد، لذلك في المراحل المبكرة نقوم بإجراءها لكي نحصل على نتيجة جيدة عندما نرى الماء البيضاء بدون الانتظار في المرحلة المبكرة، نقوم بالتطرق إلى الطريقة الجراحية للتخلص من هذه الماء البيضاء. وهناك اللازر الشاع بين الناس، ولكن نحن نقوم باستخدام الموجات الصوتية ما فوق الصوتية حتى، وممكن أريكم ذلك لمشاهدين على الشاشة داخل أعيننا، هذه الحدقة الموجودة، عملية الماء البيضاء، نحن من الطرف عندما أغلقها سوف أريكم إياها بشكل واضح أكثر، من طرف العين بشكل دقيق جدا. في الماضي كانت هناك 3 مليمتر، ولكن حاليا مع التكنولوجيا الحديثة في 2 مليمتر نقطة، انخفض هذا المقطع وندخل إلى الطرف الداخلي للعين، وفي الموجات الفوق الضوء الصوتية وفي اللازر نتوجه إلى الحدقة وننظف العين من الداخل، وبعد تنظيفها نخرج الحدقة الموجودة ونضع هناك حدقة اصطناعية. تستبدلون الحدقة، ليس فقط تنظفون الماء البيضاء في العملية، أيضا تستبدلون العدسة؟ نعم، العدسة نقوم بتغييرها بعبارة عن نقطة واحدة نضعها ونخدرها، لا نستخدم أي نوع من الإبر ولا تخدير، كامل مريحة جدا جدا. 8 إلى 10 دقائق تستمر هذه العملية. العدسة الموجود فيها هذا النوع من الماء البيضاء نصفه ونضع فيه عدسة صناعية، ويوجد هناك تفاصيل أخرى مهمة جدا. العدسة التي نعطيها ونضعها من الخارج الصناعية هناك يوفر ذلك عدم استخدام النظارات في المستقبل بعد العملية لهذا المريض، وهذه عبارة عن تكنولوجيا عالية عالية الجودة، فيها جميع أنواع التصحيح للعين، النظر القريب والبعيد ودائم، و100% نحصل على نتيجة جيدة إلى درجة الصفر من جميع الأمراض. ولكن في السنوات الأخيرة كان هناك كثير من التطورات التكنولوجية، بعد إجراء عملية الماء البيضاء نضع هناك ما يشبه الزجاج أو من مواد أخرى، هي عبارة عن عدسات كلها تقوم بتصحيح العين بالرؤية البعيدة والقريبة، كلها في عملية واحدة. نعم، كلها بعملية واحدة، نخرج الماء البيضاء ونضع عدسة هناك وننظف العين، وبنفس الوقت يعود الإنسان إلى حياته اليومية الذي لا يرى البعيد أو لا يرى القريب ويستخدمون النظارات، هذه النظارات يتخلون عنها ولا يستخدمون النظارات لا للبعيد ولا للقريب ويصبحون يعني سعيدين. هل المريض بعد هذه العملية يعود للرؤية من جديد بشكل واضح؟ نعم نعم، لا يوجد حاجة لاستخدام أي عدسة أو أي نظارات لا للقريب والبعيد بعد هذه العملية، وسوف يرى هذا حتى لو كان الشخص يعني ذو عمر يعني كبير مثلا، يعني فوق 50 فوق 60. نعم تجرى له هذه العملية ويعود للرؤية من جديد. نعم قطعيا، ولكن فقدان النظر الناتج عن الماء البيضاء فقط، ولكن في الشيخوخة ليست فقط هناك الماء البيضاء، هناك بعض المخاطر أخرى ترافق ذلك، إذا كان هناك انخفاض في النظر وسببها فقط الماء البيضاء، نعم بهذه العملية نكون بتخلصنا، ولكن إذا كان هناك أمراض أخرى ترافق الماء البيضاء، نقص الفيتامينات أو المنطقة الخلفية من العين، الأعصاب الموجودة هناك وطبقاتها، إذا كانت هناك مشاكل
مشاكل أخرى. هناك طبيعي النتيجة المرجوة لا نراها، ولكن الأعصاب إذا كانت نظيفة وجيدة وليست فيها أي أمراض ما عدا أمراض الماء البيضاء، نعم نقوم بإجراء هذه، ونحن نكفل بأن يكون هذه الرؤية واضحة بعد العملية تماما. تمام. دكتور، هذه العملية يعني هل تجرى تحت التخدير؟ لا نستخدم التخدير، فقط في نقطة قطرة على العين. إذا لم نقوم بإعطاء القطرة نقوم بإعطاء الإبرة، ولكن نحن نقوم بإعطاء هذه القطرة بخمسة إلى عشر دقائق نصف الماء البيضاء. ولكن بعض المرضى ممكن أن تكون هذه غير مريحة، من لديهم أمراض مزمنة بخصوص أمراض الرئتين أو الربو الذين لا يأخذون النفس بشكل سهل وهم مرتبطين بالحصول على الأكسجين، ومن لهم الضغط العالي أثناء العمليات نعطيهم بعض، لأننا نرى بعض المخاطر، لذلك نقوم هناك لأسباب عظمية. هناك بعض الأشخاص لا يستطيعون أن يستلقون على ظهرهم، ممكن أن نعطيهم كالماضي أن ننوم هذا المريض ونخدره، ولكن في حياتنا اليومية هذه أصبحت هذه نادرة الحضور، ولا نواجهها ولا نرى حاجة لتخدير هذا الموضوع. فقط عن طريق التقطير نقوم بالتكلم مع هذا المريض، خلال عشر دقائق نقوم بتدخل في هذه الطريقة والعملية. ولكن هناك بعض الحالات الأخرى هذا لا يمكن أن نسيطر على الأمر بقطرة واحدة، نقوم بالتخدير. دكتور، إذا كانت حالة الماء البيضاء جدا متفاقمة، هل يمكن الحصول على نتائج جيدة من جراء العملية؟ نعم، هذه نقطة لفتتم نظرنا إليها. نعم، ممكن لا يكون على هذا القدر من الجودة، لذلك اللازر والتصوير بالموجات الصوتية. ومن أجل معالجة الماء البيضاء المتراكمة بشكل كثير نحتاج إلى أشعة لازر أكثر وموجات صوتية أكثر وقدرة أكثر وطاقة أكثر، ممكن أن يؤثر على أجزاء أخرى من العين. لذلك الماء البيضاء ومرضاها يجب عدم جعلهم ينتظرون، وأن تصل إلى مرحلة متفاقمة عندما تكون لينة يجب تدخل بالعملية الجراحية، لأنهم إذا تفاقم هذا الوضع لديهم ممكن يكون نسبة لا نحصل على نسبة النجاح. يعني كل ما يعني أسرع الشخص بالعملية في موضوع الماء البيضاء كانت النتائج أفضل، لكن حتى لو كانت متفاقمة يمكن الحصول على نتائج. نعم، كما تفضلتم يجب عدم تفاقمها، لأن مع تفاقمها تقوم وكما ذكرت دكتور يعني أنتم تطبقون الليزر في يعني في نفس العملية، تستخدمون الليزر والألتراساوند والجراحة في نفس العملية جميع هذه التطبيقات؟ نعم، في نفس العملية كلها مع بعض البعض، وهو ما نقوم بتطبيقه بشكل أكثر بهذه الطريقة، عبارة عن شق لـ2 مليمتر. نقوم بإجراء هذه العملية بدون تضخيم هذا الشق، بوضع العدسات في مكانها، نفتح داخل العين وبشكل مريح جدا بدون حاجة إلى وضع أي تخيط لهذا الجرح، لأن هذا المقطع صغير جدا. أنا أشكرك الدكتور بوراك أيضاً الأخصائي في أمراض العين وجراحتها، شكراً على حضورك وهذه المعلومات التي قدمتها لنا، شكراً لك. نحن نشكركم جداً. ابقوا معنا مشاهدينا، سوف نستقبل بعد قليل الدكتور دينيز هان، سوف نتحدث عن التهاب الحلق، لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير عن حساسية العين. تعتبر حساسية العين من الأمراض التي يعاني منها الكثيرون، حيث تكون بشكل كبير في فصل الربيع والصيف، حين تزداد الرياح المحملة بالأتربة وبحبوب اللقاح التي تؤثر على العين بشكل مباشر، كما أنها تحدث نتيجة بعض أنواع المأكولات والعصائر أو تناول بعض الأدوية التي تتسبب بالحساسية أو تناول المضادات الحيوية بمقدار يزيد عن الكورس خلال الشهر الواحد. وهناك أعراض كثيرة تدل على حساسية العين، ومن بين هذه الأعراض حرقان مباشر في العين، كما أنه يتواجد في بعض الأحيان أورام تحت الجفون، كما تتسبب الحساسية بصعوبة في الرؤية على المصاب وتشويش وألم شديد في منطقة العين وما حولها. ولعلاج الحساسية يجب أولاً تجنب الأطعمة التي تعمل على زيادة حساسية العين، ومنها البيض والمكسرات،
كما أن البهارات تعمل على زيادة حساسية العين، كما يجب على المصاب أن يتجنب أيضاً تناول الحليب لفترة طويلة إذا ما أصيبت عينه، ولذلك وذلك لما يعمل عليه الحليب من ازدياد في حساسية العين المصابة بحساسية مزمنة. كما اعتبر الأطباء أن الخطوات الأساسية في علاج حساسية العين المزمنة هي استخدام مضادات الهستامين وتناولها عن طريق الفم، فهي قوية جداً للحد من حكة الجفون. لماذا يظهر بكثرة في فصل الصيف التهاب الحلق الذي نظن بأنه مرض الشتاء؟ هل الذين يجلسون باستمرار أمام المكيفات بسبب معاناتهم من الحر يوجهون دعوة للإصابة بالتهابات الحلق؟ وماذا يجب أن يفعل الذين لديهم حكة وحرقة في الحلق؟ كل ما تريدون معرفته بخصوص التهاب الحلق ستجدونه بعد قليل في دليل الصحة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأكارم. إذن التهاب الحلق هذا المرض الشائع الذي يصيب أي شخص والمرتبط بنزلات البرد أيضا يحصل في فصل الصيف، وخصوصا عند تناول المشروبات الباردة والجلوس لساعات طويلة أمام المكيفات. إذن التهاب الحلق في فصل الصيف هذا موضوع حلقتنا مع ضيفنا الدكتور دينيز هان ديزدار، وهو أخصائي في أمراض الأنف والأذن والحنجرة. صباح الخير لك دكتور ورمضان نعم. كريم. صباح الخير، أهلا بكم، رمضانكم مبارك عليكم. شكرا لكم. أهلا وسهلا بك دكتور. حدثنا عن التهاب الحلق، وما هي العدوى التي تظهر في فصل الصيف؟ نعم، بشكل عام التهابات الحلق وكأنها تحدث مع الطقس البارد في الشتاء، ولكن نحن نراه بشكل شائع أكثر في الصيف لأن هناك وراءه أسباب كثيرة، لأننا نستخدم المكيفات في حياتنا ونستخدم المياه الباردة للشرب أكثر من الحالة العادية، ولذلك أيضا ونكون تحت الشمس لفترات طويلة يؤدي ذلك إلى بعض العداوة في الحلق. بعض العدوى والعدوى يجب تقسيمها إلى قسمين بشكل سريع: التهاب اللوزتان وهناك النزلة أو الالتهابات الموجودة في الحلق الأخرى. التهاب اللوزتين تكون متفاقمة أكثر، يرافقها ارتفاع في درجة الحرارة وآلام في الجسم، ولكن هناك الالتهابات في الحلق هناك عبارة عن مرض على الواقف نكون نرتاح منها. دكتور لماذا يعني لماذا المكيفات تسبب التهاب الحلق؟ كانت لدينا الكثير من الأسباب لذلك، أولهما أن المكيفات في الحالة العادية عندما تدخلون من وسط من الخارج إلى الداخل أو من الداخل تخرجون إلى الخارج، هذا الوسط فرق الحرارة الموجود يكون كبير، لذلك بدون أن نلاحظ ذلك نكون أن يتغير شيء في منطقة الفم والحلق وهناك يصبح جفاف. نتيجة ذلك نحن نلاحظ ذلك، نستخدم المكيف تبرد الغرفة ولكن يجف الحلق لديكم، نحن نعيش ذلك. هذا هو السبب الأول، هو جفاف الأنف والحلق. جفاف الحلق يصبح لدينا جفاف الحلق. نعم جفاف الحلق بدون أن نلاحظ ذلك. هناك بعض ميكرو أورغانيزما من الكائنات الدقيقة تتسبب في هذه الالتهابات. هذه الأسباب الأولى. ثانيا في فترة الصيف نستخدم المكيفات، ولكن فترة أخرى تخف مكانها. هذه الفترة يجب تغيير المصفيات لها التي تنقيها والسوائل الموجودة فيها بعد الاستخدام الأول لها، لكان هناك أيضا كائنات حية لأنها تختلط مع الهواء وتكون بشكل تشكل دورة تزعجنا وتأثر علينا يوميا أو مرتين. يجب تهوية هذه الغرفة أو لكي يدخل الهواء النظيف إلى هذه يعني الغرفة. لهذا السبب المكيفات تسبب الالتهاب. نعم. من جراء الغبار الذي بداخلها يجب تنظيفه لأنه الهواء يعني يعود ويتكرر مرة أخرى. نعم. وأيضا كما ذكرت يعني نحن لا نشعر يعني عندما نأخذ الهواء البارد أن هناك جفاف في حلقنا. نعم كما تفضلتم.
نحن لا نشعر بذلك. يجب علينا استهلاك وتناول الماء بشكل كثير جدا من أجل منع ذلك، لأن كما قلت تفضل، لأن ندخل من الحار إلى البرد، هناك تفقدون كثير من السوائل. إذن يجب أن لا نجلس لساعات طويلة أمام المكيفات، أنا لا أحبها بشكل شخصي، لا أحبها أبدا، الهواء الطبيعي هو الأفضل أكيد. على التأكيد. طب دكتور، بسبب عام يعني أسباب التهاب الحلق، كيف يمكن أن نبندها وخصوصا في فصل الصيف؟ طبيعي كالتالي، كما قلت منذ قليل بخص تناول الماء بكثرة والمكيفات، وبجانب ذلك هناك أحد الأسباب الأخرى هو انسداد الأنف. الأنف والحلق نحصل على الهواء عبر هذين المسلكين ونشعر باستنشاقنا لهما، ولكن هذه التنفس من الأنف جميع المشاكل ترافقه، هناك تضخم اللحمية والإنحناء والحساسية تسبب انسداد. إذا كانت هناك أي مشكلة في هذه المسالك الأنفية يصعب علينا التنفس بشكل أثناء النهار أثناء، ولكن على الخاص في الليل ممكن نفتح فمنا وأثناء النوم، ونحن هذا ما نلاحظه جميعنا كناس. إذا هذا استمر بشكل مستمر في الحياة بفتح يمنا من أجل التنفس يجف حلقنا، وعندما نصحى في الصباح نلاحظ ذلك، وكان هناك تخريج لتلك المنطقة يؤدي إلى التهاب الحلق بالإضافة إلى العوامل الأخرى الصيفية. تمام دكتور، حدثني عن الأعراض، ما هي أبرز الأعراض التي تظهر عند التهاب الحلق؟ طبيعي. وماذا عن الحكة والحرقة، كيف يمكن أن نفرق بينهم؟ طبيعي قطعيا. كالتالي، هناك شيء التهابات بسيطة عن طريق جدار الحلق الخاصة بالشكايات التي تعمل كحكة في الحلق أو حرقة في اليق وصعوبة في البلع وشعور بالألم عند البلع أو حصور بأنك تشعر بنزلة صحية في الجسم. هذا عبارة عن التهابات بسيطة، ممكن يرافقها رائحة فم بسيطة، ويرافق ذلك هناك ليس فقط ألام في الحلق، انسداد في الأنف ومشاكل في الأذن وحكة في الأذن، كلها ممكن أن ترافق هذه الأعراض، ولكن ما له علاقة في اللوزتين والتهاباتها يختف الموضوع وتصبح هذه الأعراض قوية جدا. يرافقها ارتفاع في الحرارة المنتشرة في الجسم وتعب، يمكن أن تنام في السرير، تؤدي هذا مؤدي أن يختلط مع اللوزتين. تمام، ماذا عن الحرارة دكتور، يعني لماذا تظهر الحرارة عند التهاب الحلق؟ كالتالي، نحن في الحقيقة التهابات الحرارة، الأسباب المرضية لالتهاب الحلق تنقسم إلى قسمين، فيروسية وهي بشكل عام الجسم عندما يكون بشكل له قوة مدافعية ومناعة خاصة ترتفع نسبة الممانعة بيظهر، يحاول الجسم أن يبذل جهد أكثر تجاه هذه العدوى الموجودة في المسالك التنفسية. إذا رافقها نوع من ارتفاع الحرارة، هناك النظام الدفاع في الجسم يحاول أن يجعل الجسم يرتجف من أجل أن يرفع نسبة مدافعته عن الجسم، وهذا في الطقس الحار. إذا قام الجسم بهذا النوع من الإجراءات في الصيف، هذا يصعب الإنسان أن يقاومه. يعني قريب الصيف أو التهاب حلق الصيف، لأنه أيضا يعني نشعر ببرد شديد أثناء الالتهاب، وخصوصا عند الأطفال. نعم. دكتور، يعني لماذا تظهر عند الأطفال أكثر، وخصوصا نرى الأم يعني تخاف على أولادها، لا تريد لهم أن يأكلوا المثلجات ولا البوزة ولا الدندرمة كما يعني تسمى في التركية. فيعني حدثني عن هذا الموضوع. طبيعي. كالتالي، الأطفال هم معرضين لجميع العدوى في السن السابع والثامن، ويجب عليهم أن يمرضوا من أجل يعيشوا حياة أفضل، لأن هناك نظام المناعة في الجسم من أجل أن يطور حافظته لكي يدافع عن الجسم، يجب عليهم أن يمروا بعض الأمراض من أجل أن يضع في ذاكرته هذا الجسم من أجل أن يدافع عن الجسم في المستقبل. الأطفال هم معرضين لهذا النوع من العدوى
الالتهابات في الصفهم خارج البيت، يلعبون مع أصدقائهم في الشوارع ويعرضون للعوامل الأخرى، لذلك يمرضون بشكل أسهل من الشهور الأخرى، وهم يفقدون بعض السوائل جسمهم. يجب التلافي ذلك لأنهم حساسين أكثر مننا كعمر معين، ويشربون المشروبات الباردة والآيس كريم، لذلك يحصل التهاب في الحلق لديهم. تمام. إذن كيف يجب أن يتغذى الشخص عندما يصاب بالتهاب الحلق؟ كالتالي، في الحقيقة التهاب الموجود في الحلق هو أنه أصحاب درس في تخريش فيه، يجب الدقة في التغذية والتغذي، ليس لن يكون حارا جدا أو باردا جدا، لا يجب تناول الأطعمة بهذا الشكل بشكل فاتر أو غير صلبة، ومضغ اللقمات بشكل واضح، وتناول اللبن والمياه واللبن الزبادي والذي هو ضمن حرارة الغرفة التي تعيشون فيها. سوف نكمل في موضوع التغذية دكتور، وبما أنه يعني نتحدث عن موضوع الغذاء، يعني نحن جهزنا لك هذا الريبورتاج عن موائد رمضان الصحية لنشاهد سويا مشاهدينا كيف حضر الطباخين موائد رمضانية ولكن صحية وشهية أيضا. رمضان بدون شك هو أحد الفترات المهمة التي تتغير فيه عادات الناس في التغذية. وقوع رمضان في الصيف وانخفاض عدد الوجبات إلى 2 بسبب الصيام يتطلب من الصائم أن يكون على حذر أكثر. إن الطباخين الذين يصغون لتواصي المختصين يبدون اهتماماً أكثر في تحضير موائد الإفطار. في بداية السحور من الممكن تناول الحساء وأنواع الأجبان والبيض من أجل أن يشعر الإنسان بالشبع، واللبن الزبادي والجودار. وبالسحور أيضا يمكنكم تناول الفواكه بكثرة بسبب احتواء الفواكه على السكر الطبيعي، فإنها تقلل الشهية للطعام، وتناول عدد 2 إلى 3 حبات أو وجبات من الفواكه مهم صحيا، بالإضافة إلى أنه يجعلنا نشعر بالشبع. ويجب تناول الماء بكثرة قبل فقدان الماء من الجسم لكي نستطيع الاستمرار في يومنا بشكل مريح، ولا ننسي أيضا بتناول المعجنات وأنواع الفطائر التي تزيد من العطش. يجب تفضيل تناول الأطعمة الخفيفة على الإفطار بعد ساعات طويلة من الجوع بسبب الصيام. يجب مباشرة الطعام بالمأكولات الخفيفة لعدم إتعاب المعدة التي بقيت جائعة لساعات طويلة. بعد شرب كوب من الحساء يجب الانتظار من 15 إلى 20 دقيقة، ويجب تناول أنواع الأطعمة التي تحتوي على المرقة والمشويات مثل السمك والدجاج وشرائح اللحم. وبالنسبة للحلويات يجب أن تأكلوا أنواع الحلويات الخفيفة المصنوعة من الحليب مثل الكولاج. الوجبة التي تحتوي على الخضار واللبن الزبادي والعيران أو مزيج اللبن بالخيار تعتبر وجبة صحية. يجب تناول بعض المأكولات بين الإفطار والسحور من أجل إتمام عدد الوجبات لثلاثة. يجب أيضا إضافة وجبات بين الإفطار والسحور. بعد الإفطار بساعة ونصف من الممكن تناول الفواكه واللبن الزبادي والحلويات بالحليب، وفي هذه الأثناء يجب ألا ننسى شرب الماء بكثرة، ولكن لا تشربوا جميع احتياجكم من الماء على الإفطار. تناولوا الماء على فترات متقطعة إلى حين السحور. نوصيكم بعدم تناول الحلويات التي تحتوي على القطر ومعجنات. الذي يريد أن يحافظ على وزنه أو من يريد أن يتخلص من وزنه الزائد في شهر رمضان يجب عليه التأكد أن يتبع قائمة للحمية. على السحور من الممكن تناول الجبنة والزيتون وكثير من السلطة وشريحة أو اثنتين من الخبز. أما من أجل الإفطار فلقد قمنا هنا بتحضير قائمة طعام خفيفة خاصة من نوع المسلوق بدون ملح وبدون بهارات. هذه القائمة بعيدة تماما عن المقليات والمعجنات. في الإفطار من الممكن أن تضيفوا إلى قائمتكم السمك أو اللحم بدون دهن، كما يمكنكم إضافة اللبن الزبادي إلى قائمتكم. أما مرضى القلب والسكري يجب عليهم التأكيد في الابتعاد عن الملح والمعجنات.
يمكن لمرضى القلب والسكري تناول اللحم الخالي من الدهن المشوي وأنواع المأكولات المسلوقة والحلويات بالحليب الخفيفة. أما من الناحية الصحية بشكل عام يجب الابتعاد عن مأكولات المعجنات والكربوهيدرات وعن الملح، وبدل الرز استخدام الرز الأسمر أو المرغل. ونوصي أيضا باستخدام المعكرونة بالنخالة بدل المعكرونة البيضاء. ومن الممكن أن يكون في القائمة شريحة واحدة من خبز الجودر أو الخبز النخالة مع وافر من السلطة، وفي السحور جبنة قليلة الملح أو بدون ملح. ومن الممكن تناول الزيتون والبيض أيضا مع شريحة واحدة من الخبز أو دقيق الشوفان. كما أن تناولكم الطعام ببطء وبلقمات صغيرة يمنع تعرضكم لمشكلة عسر الهضم. كما أن تناولكم الطعام ببطء وبلقمات صغيرة يمنع تعرضكم لمشكلة عسر الهضم. عدنا إليكم مشاهدينا لنكمل موضوعنا عن التهاب الحلق في فصل الصيف مع دكتور دينزهار ديزدار. أقول الاسم صحيح أليس كذلك؟ دينزهان ديزدار. نعم صحيح، أشكركم. أهلا وسهلا بك دكتور. إذن لنكمل، كنا نتحدث عن موضوع التغذية يعني لمرضى التهاب الحلق، فذكرت أنه يجب أن يتناولون الأشياء الفاترة ليست الساخنة ولا الباردة. أيضا موضوع الأطعمة، يعني الحلق أساسا فيه تخريج، فهل تفضلون الأطعمة اللينة كالبطاطا المسلوقة والخضرة المسلوقة مثلا، اللبن، السحلب وغيرها؟ نعم كما تفضلتم، بالإضافة إلى أن المأكولات اللينة والابتعاد عن الحار والبهارات والتوابل التي تتسبب في طول فترة الشفاء وعدم الحصول عليها، وشرب الماء بكثرة، هذه هي بشكل خاص نوصي بها. ما الأشياء التي يجب أن نبتعد عنها نهائيا عند التهاب الحلق؟ كالتالي، طبيعي الشاي والقهوة هما في الحقيقة، والمشروبات الغازية يجب الابتعاد عنهم جميعا لأنها كلها تؤدي إلى تخريج الحلق. الشاي والقهوة هي عبارة عن مشروبات تجعل الإنسان يفقد الماء من الجسم، يجب إيقافهم. العيران، شرب الماء، وعصير الفواكه الطازجة نوصيكم بها، والابتعاد عن الحار الكثير والمأكولات الدسمة جدا والتي فيها توابل جدا. ويجب عليكم أن تأكلوا بعض المأكولات من أجل تلافي حاجتكم للفيتامينات لعدم حصول، والابتعاد في الصيف عن الآيس كريم والبوزة أثناء فصل الصيف، ولكن مع الأسف يجب رعاية هذه الأمور، على الأخص الإهلامور، الزيزفون. الزيزفون هو بشكل خاص نؤكد عليه لاستخدامه. البابونج يعني كمان. البابونج قطعيا، لأن البابونج هو له خاصة مسكن للآلام بنفس الوقت، ويساعد المسالك التنفسية على العمل. يمكن أن نشرب معها الليمون، أم الليمون يمكن أن يخرج الحلق؟ يعني دائما يعني كالتالي، البابونج ممكن أن نضع فوق نقطتين من الحامض، هذا لا يزعج الحلق ولكن يكون نوع من دعم فيتامين للحلق ولا يضر. ولكن في الشاي هناك بعض، هناك الغرغرة أيضا بالماء المالح ممكن أن نوصي بها، ممكن أن نوصي فيها، ولكن هناك الملح، مدى كميته في هذه الماء ومتى هو الملح الذي سنستخدمه في هذه الكمية من الماء؟ داخل كوب من الماء ممكن ملعقة صغيرة الشاي. ولكن هناك شيء أهم من ذلك، كما قلت لكم استهلاك البابونج والبخاخ للحلق. يعني هل الغرغرة بماء وملح مفيدة لالتهاب الحلق أم أنها تخرج يعني الحلق؟ كالتالي، إذا كانت نسبة الملح عالية جدا يجب الابتعاد عنها، ولكن إذا كان كوب من الماء فيه ملعقة شاي مرة واحدة من الغرغرة ممكن أن تنظف هذه المنطقة، ولكن بعدها يجب شرب ماء بعد الغرغرة. ولكن قطعيا يجب شرب الماء العادية بعد الغرغرة. إذن دكتور نكمل موضوع الالتهاب، هذا بالنسبة للغذاء ولل يعني ما الذي يجب أن نشربه وما الذي يجب أن نبتعد عنه. ماذا عن العلاج؟ كيف يتحسن التهاب الحلق؟ كيف تكون معالجته؟
الالتهابات ما له علاقة بجدار الحلق بدون أخذ أي أدوية ممكن أن يشفى بنفسه من 5 أيام إلى 10 أيام. المضادات الحيوية كما يتصرف البعض عند الالتهاب الحلق. كالتالي نحن لا نتصرف مع هذا الموضوع وأننا نحفظ الموضوع باستخدام مضادات الحيوية مباشرة، لا نستخدم ذلك، لأن جميع هذه العدوى هي محلية ناتجة عن الفيروسات، ونحن نعلم أن مضادات الحيوية لا تؤثر على الفيروسات. في المرحلة الأولى نعطي معالجة دعم لتخفيف الآلام الموجودة، مسكنات دعم ومخفض الحرارة في منطقة الحلق في هذه المنطقة وبخاخات لهذا الحلق، ولكن بعد 5 أيام وارتفعت الحرارة بشكل كثير جدا وأدى إلى التهاب اللوزتين، لأن ها اللوزتين نراهم من داخل الفم بأن أصبحت عليها نقاط بيضاء ناتجة عن البكتيريا عندما نرى ذلك، أو عندما نرى أننا إذا تعمقنا في الداخل له علاقة بالصدر، وإذا رأينا هناك بلغم أو سعال يرافق ذلك، أو هناك المسنين في العمر إذا كانوا يتدخنون، أو الأطفال الصغار، عندها إذا تفاقم الوضع نوجههم إلى المضادات الحيوية، ولكن في الالتهابات والعدوى لها المضادات الحيوية لجدها مكان في التداول. المضادات الحيوية لالتهاب الحلق إلا في حال كان هناك التهاب بكتيري، إلا إذا كان هناك التهاب بكتيري وظاهر للعين من بلغم أو نقاط بيضاء. كيف نستطيع الوقاية من التهاب الحلق؟ داخل ما تكلمنا عنه لا تشغلون المكيف على قدر الإمكان والابتعاد عنه، أو عدم وضعه على درجة منخفضة جدا من البرودة بين 19 و 22، هذه الدرجة المثالية. هناك يجب تخفيض الحرارة الموجودة في الغرفة بدرجة أو درجتان، يريحنا هذا الأمر. نحن تعودنا على أن تكون الغرف التي نعيش فيها باردة، يجب تهوية الغرف وتناول الماء بشكل كبير جدا، ولكن التدخين هي أحد الأسباب الرئيسية لالتهاب الحلق وعامل مهم لالتهاب الصدر، ذلك ابتعاد عن الدخان وتناول الفواكه والخضار. إذا كان الشخص يتعرض لالتهاب الحلق بكثرة، ما الذي يجب أن يفعله؟ هذا إذا تكرر لديه التهاب الحلق والعدوى يجب عليه التدقيق في أنفه وفي حلقه وفي فمه وفي الأجزاء التي تحت ذلك. ويأتون لدينا بعض المرضى يقول لنا نحن نتنفس عن طريق أنفنا، ولكن نحن الآن ممكن بعض المرضى لا يلاحظون بأنهم يتنفسون عن أنفهم، يتنفسون عن فمهم، يشعرون بحلقة عندما يستيقظون أو حرقة أو حكة، يراجعون بهذه الشكايات، ونحن نفهم جدا بأنهم لا يتنفسون عن أنفهم. وأول سؤال نوجههم إليه هو هذا السؤال، نرى بأن هناك سيل من الأنف، وهذه السيلان يعود إلى الحلق، يرجع إلى الحلق ويبتلعه، وهذا يرافقه بعض الفيروسات ويخرش الحلق ويؤدي إلى العدوى كأسباب للحلق، أو فتح فمه وشخيره وتنفسه عن طريق الفم أثناء النوم، كلها تؤدي إلى العدوى في الحلق. نحن نضع لك إذا وضعنا هامش، هناك أيضا عملية ارتجاع الطعام من المعدة، وإذا هناك بعض كان بعض مرضى يعيشون بشكل متفاقم جدا، يجب هؤلاء أيضا يعيشون التهابات في الحلق. دكتور، هل الأشخاص الذين يعني كما ذكرت يتنفسون من فمهم هم أيضا معرضون لالتهاب الحلق أكثر من غيرهم؟ نعم قطعيا، هذا ما أردت أن أشرحه، الذين يتنفسون من فمهم ويبقى فمهم مفتوحا نرى التهاب الحلق عندهم، إذا ترافق ذلك التدخين هذا يتضاعف 5 أو 6 أضعاف، يجب أن نتنفس من أنفنا. لكن دكتور يعني إذا كان الشخص يتنفس من فمه فأكيد هناك مشكلة في الأنف، وبالتالي كما ذكرت يعني كل هذا يعود لموضوع الأنف، يكون هناك مشكلة موجودة.
نعم قطعيا الأنف. الأنف يجب تقييمه على التأكيد، وإذا اضطر الوضع يجب حل. إذا كان هناك تضيق في الأنف أو تضخم في اللحمية وهذه الأمور تؤدي إلى فتح الفم، طبيعي يجب التدخل طبيا والتخلص منها لفتح الأنف، ونرى ذلك متجدد في الرطوبة العالية الآن، وخصوصا يعني هذه الدرجات العالية من الحرارة التي نمر بها الآن أيضا تؤثر على موضوع الحلق، التهاب الحلق. طبيعي قطعيا الرطوبة العالية معناها أن هناك الكائنات الحية تتواجد أكثر في وتتعلق في هذه في هذا الهواء، وعندما نتنفس نسحبها إلى أنف إلى فمنا، ويرافق ذلك جفاف في الحلق وفقدان في الماء، لذلك يكون من السهل الوقوع في هذه الالتهابات، وإذا عاش الإنسان في المدن الرطبة. نتمنى أن يعني الله يهون الصيف على الأشخاص جميعا، يهون علينا الصيف لأنه درجات الحرارة جدا عالية. أنا أريد أن أشكرك دكتور دينيس هان ديزدار الأخصائي في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، شكرا على حضورك. شكرا لكم. شكرا لك. والشكر الأكبر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. أتمنى أن تكون حلقتنا لهذا اليوم قد نالت إعجابكم، قدمنا لكم فيها الفائدة والمتعة. لمن فاتته حلقاتنا يمكنكم متابعتها على قناة اليوتيوب دليل الصحة، ونحن دائما جاهزون للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم على صفحة البرنامج. إلى اللقاء مشاهدينا، في أمان الله.